ضر لها مشحوفنا ضر لها المعطور يسبق المشي المعطور كيفين ما اخذنا الفرح واليوم صيدتنا طيور. صناعة القوارب تعود إلى مناطق الأهوار من جديد بعد سنوات طويلة من التوقف، فعودة المياه إلى هذه المسطحات المائية لا سيما في ظل الحركة السياحية الكبيرة التي تشهدها مناطق الأهوار، أعادت معها الورش الخاصة بصناعة البلم والمشحوف إلى الواجهة من جديد بعد توقف دام لسنوات طوال. الزوارق قبل سابقاً كانت خشب يسمونها كلفات ربعنا يا جماعة، حاليا هسه نسميه احنا صب اللي هو القطع الفايبر جلاس. هنا عمامنا يجيبون الياف ويجيبون نوع المادة انواع، هسه موجودة هي حاليا. شلون نقلب البلم احنا مثل ما احنا هذا لهجة مالتنا، نقلب البلم نصب عليه قالب، حطوا للولد شنات قصة يسوون دوس، هذا قدامكم صورتوه. هسه اجى التطور احدث. تختلف اشكال واحجام القوارب في مناطق الاهوار حسب انواعها وطبيعة استخدامها، فلكل نوع منها استخدامه الخاص، فمنها من تستخدم في الصيد واخرى لنقل البضائع والقصب، ولكل نوع سعره الخاص. صناعة هسه حاليا فايبر جلاس، نشتغل كلها فايبر جلاس، وحسب الحجم اللي يجي يريد الحجم مثل 15 14 الهوري 11 مثل 8 ورا الحجم اللي يريد كبر السفينة مالته. فالهوري يستعملونه للرمي ومن بيطير. بالنسبة للبلم، بلم حشيش سمك صيدون به مثل سفرات، هسه نصب الشهيد هذه سفرات تجي من بغداد من كربلاء من النجف، ناس تجي نصب الشهيد بلسون، هذا اسمه القماز، قماز بلم كبير عريض فيس ياخذون بيه سفرات. هي هذا كان هذا الفايبر جلاس ما موجود، كان خشب وجير وقطن. القوارب يعتبرها سكان الاهوار من الحاجات الاساسيه لهم، كونها الوسيله الوحيده لتنقلهم من مكان الى اخر ولكسب رزقهم اليومي من صيد الاسماك او جمع القصب والبردي او نقل السائحين وتجوالهم في مناطق الأهوار للإطلاع على طبيعتها الساحرة. هور شوية مو مثل قبل بي ماي، وهاي هسه لا، هسه مو ذاك الماي القديم اللي كنا نشتغل بيه، يعني تشتغل بلم خشب يمشي بالماي الغميج، هسه ماكو ماي، قمنا نسوي قطع هذا جاهز، هذا يمشي حتى لو ماي قليل يمشي، يشتغل بيه الصايود اللي أبو الحشيش أبو الحلال، يشتغل بي اللي ياخذ سفرات مثلا، يجون جماعه سفره يتونسون بالهور، اخاف له هذا بالبلم، هو اخاف له من الخشب شويه. طبيعه مناطق الاهوار والمسطحات المائيه هي التي دفعت بسكان الاهوار لابتكار صناعه القارب للتنقل به من مكان الى اخر. من قضاء تشبايش في محافظه ذيقار، حيدر الخياط، قناه صلاح الدين الفضائيه.